تكبير لا اله الا الله. جزا الله القارئ تذكر هذه التلاوه العطره. اسال الله تعالى ان يجعلها له في ميزان حسنته. ايها الحضور الكريم، كما تعلمون ان القران الكريم نور يشرق في قلب المؤمن فيزهر بالايمان، وهذا الذكر المبارك لا يستفيد منه الا من كان صاحب قلب حي متفاعل، فيمتزج الذكر الرباني مع القلب الايماني، وتسري الحياه مع القران الى القلب فتحييه ثمارا يانعه في الواقع المعاش. وهذا ما نرجو ايها الاحباب الكرام في جمعنا هذا المبارك، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. ايها الاحباب الكرام، سابقا مع كلمه توجيهيه مع الاستاذ الدكتور سيدي عبد الواحد الحسيني في هذا الموضوع في هذه المناسبه الكريمه، فليتفضل سيادته مشكورا ماجورا.